أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الوضع الإنساني في الحديدة في ظل المعركة الحاصلة وتداول أخبار عن تحصن ميليشيا الحوثي بالمدنيين. دعا رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أبناء الحديدة إلى منع الحوثيين من التمركز داخل الأحياء والمساكن حفاظا على حياتهم، وقال السكان محليون لوكالة رويترز إن المياه توقفت عن كثير من القطاعات في مدينة الحديدة لأن الحوثيين حفروا خنادق تسببت في ذلك. تأتي هذه التطورات في ظل تحذيرات دولية من تفاقم الأزمة الإنسانية ودعوة أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وإبقاء عمل مينائي الحديدة والصليف من أجل توفير المساعدات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: تبعات تحصن ميليشيا الحوثي بالمدنيين داخل الحديدة، وماذا يمكن تقديمه لتجاوز الكلفة الإنسانية في المحافظة المنكوبة. نبدأ النقاش بعد التقرير. هدوء مشوب بالقصف والقنص يسود محيط مطار الحديدة بعد يوم من استعادته ودحر ميليشيا الحوثي منه، لكن مدينة الحديدة موعودة بالمزيد من الاشتباكات في ظل تمسك القوات الحكومية بخيار استعادة المدينة عسكرياً، فيما تشير نتائج المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي في صنعاء إلى فشله في الحصول على موافقة غير مشروطة من الحوثيين لتسليم المدينة. المصادر الميدانية أفادت بأن القوات الحكومية مسنودة بطيران التحالف تقوم منذ الثلاثاء بعملية تمشيط في محيط المطار، فيما تتواصل جهود إزالة الألغام التي خلفتها الميليشيا في هذه المنطقة الحيوية من الحديدة. ويتركز اهتمام القوات الحكومية بالوصول إلى منطقة الكيلو 16 حيث يقع مفترق الطرق بين الحديدة وصنعاء وتعز بهدف إحكام السيطرة على المدينة من الناحية الشرقية وقطع خطوط الإمداد الرئيسية لمقاتلي الميليشيا، خصوصا بعد أن بلغت القوات الحكومية الكيلو 7 حيث يوجد دوار مطاحن البحر الأحمر. طيران التحالف واصل بدوره قصف أهداف عسكرية للميليشيا خصوصا في الشوارع المؤدية للمطار، حيث يجري التعامل مع الدبابات والعربات التي تواصل قصف القوات الحكومية المتواجدة في المطار، من بينها دبابة جرى استهدافها في جولة يمن موبايل القريبة من المطار. حتى هذه اللحظة تبدو القوات الحكومية ممسكة بزمام المبادرة، فيما يبقى مقاتلو الميليشيا متشبثين بمواقعهم في قلب مدينة الحديدة ومينائها، أملا في جر القوات الحكومية ومعها قوات التحالف إلى حرب شوارع مكلفة في وقت يتبنى فيه التحالف سياسة إحكام القبضة وقطع شريان الإمداد وتضييق الخيارات على مقاتلي الميليشيا، أملا في دفعهم إلى الاستسلام، وهو رهان دون نجاحه كلف عالية على سكان المدينة الذين لا يكترث بهم الحوثيون في كل الأحوال. نبدأ النقاش مع ضيفنا من الحديدة أحمد كويك أحد سكان المدينة. أهلا بك أخ أحمد. يبدو أن الاتصال غير جاهز مع الأخ أحمد، إذن إلى حين أن يجهز الاتصال مرة أخرى مع الأخ أحمد كويك من سكان الحديدة، نذكر بأن هذه الحلقة من زوايا الحدث نخصصها لمناقشة الوضع الإنساني في الحديدة في ظل المعركة الحاصلة عن وتداول أخبار عن تحصن ميليشيا الحوثي بالمدنيين. فرئيس الوزراء حيث دعا رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغري لمنع الحوثيين من التمركز داخل الأحياء والمساكن حفاظا على حياتهم، وقال سكان محل رويترز أن المياه توقفت عن كثير من القطاعات في الحديدة لأن الحوثيين حفروا خنادق تسببت في ذلك. ينضم إلينا من الرياض مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك أخي سامي وبالمشاهدين الكرام جميعا. أستاذ مختار، الأخبار الواردة من الحديدة تقول بأن القوات تمكنت، قوات الجيش الوطني والمقاومة تمكنت من السيطرة على المطار وهي الآن متجهة نحو المدينة، كيف تنظر إلى طبيعة معركة الحديدة وانعكاسها على المشهد؟ بكل تأكيد أن الحكومة الشرعية وكذلك الجيش الوطني والتحالف العربي لديه خطة عسكرية متكاملة للدخول إلى ميناء وكذلك إلى مطار الحديدة، وهي طبعا خطط عسكرية تم وضعها في وقت سابق. بالتالي بالنسبة للمطار، المطار تم الإعلان عنه رسميا أنه سقط أو أنه تم تحريره بالكامل وهو بيد الشرعية حاليا، وهناك ما تزال عمليات يعني إزالة الألغام والمتفجرات التي زرعتها الميليشيا الحوثية. بالتالي المعركة ما تزال قائمة، وبالنسبة لمعركة الحديدة ما تزال أنا أعتقد حتى هذه اللحظة أن الجيش وكذلك المقاومة تقوم بتأمين محيط المطار. طيب خيارات الحكومة الآن وأيضا
يعني القوات المشاركة في هذه المعركة والمدعومة من التحالف، خياراتهم لتجنيب المدنيين من التبعات الكارثية على الصعيد الإنساني في هذه المعركة؟ أولا بالنسبة للمدنيين، المدنيين يجب أن يكونوا بالفعل بعيدا عن أي استهداف وبعيدا عن أي تمترس، لكن بالنسبة لما هو موجود على الأرض، الواقع أن الميليشيات الحوثية كما هو معروف عنها ليس في معركة الحديدة فقط، ولكن في كل المعارك، في معركة تعز، في معركة عدن حينما كانت في عدن، في لاحج، في كل المناطق تقوم وتستخدم المدنيين كدروع بشرية، خصوصا حينما تتراجع وخصوصا حينما تفقد مناطق وحينما يتقدم الجيش الوطني، تستخدم بعد ذلك المدنيين وتستخدم أيضا ممتلكات المواطنين من مزارع ومنازل ومدارس وغيرها. بالتالي نقول ان المدنيين يجب ان يكونوا بعيدين كل البعد عن استهداف، سواء من قبلنا في الحكومه ومن التحالف العربي والجيش الوطني، وكذلك من قبل الطرف الاخر الذي يمعن في استهدافهم، مع ان الحكومه والتحالف حريصين كل الحرص على ان لا يتم استهداف المدنيين وعلى ان لا يتضرروا، حتى ان الحكومه وكذلك التحالف و دول الخليج في مقدمتها المملكة العربية السعودية قد وضعت هناك خطط عاجلة لإنقاذ وكذلك لرعاية المدنيين وفتح خطوط آمنة لهم لكي لا يتم أو لا يتضرروا بشكل مباشر. لكن في الأخير الميليشيا الحوثية هي التي تتخندق، هي التي تقطع الطرقات، هي التي تقوم بالتمترس خلف المدنيين، وهذا مرفوض، ويجب على المنظمات الدولية أيضا أن تتدخل في هذا الموضوع من أجل حماية المدنيين، ومن أجل أيضا لا يتم استخدام المدنيين كدروع بشرية للتمترس وللحفاظ على المناطق التي هي أصبحت الآن محاصرة من قبل الجيش الوطني، ولم يعد أمام الميليشيا الحوثية إلا أن تسلم وأن تحمي ما تبقى من المواطنين والمدنيين ولا تستخدمهم كدروع بشرية. طيب ستبقى معنا أستاذ مختار، ينضم إلينا من عدن حيدر الكازمي ناشط سياسي. أهلا بك أستاذ حيدر. أهلا وسهلا. إذا ما تحدثنا عن الوضع أهلا بك أستاذ حيدر، إذا ما تحدثنا عن الوضع الإنساني، كيف تنظر إلى وضع السكان بعد اقتراب المعارك من المدينة الحديدة؟ وضع السكان مأساوي جدا في ظل الاشتباكات المسلحة والنزاعات المسلحة التي تعاني منها محافظة الحديدة من جميع الأطراف. قبل قليل تواصل معي أهالي من مديرية الدريهمي في الاشتباكات التي تدور حول مركز المديرية، حيث تحاول القوات المشتركة بدعم من التحالف السيطرة على المركز، وكذلك الميليشيات من طرف آخر تشتبك معهم السيطرة. فنزوح أكثر من 3000 أسرة من القرى الأخرى إلى مركز المديرية، هناك إصابات ومصابين من المواطنين يبحثون عن ممر آمن للنزوح، لأنهم يجدون ممر آمن للنزوح من المركز لكي يروحون إلى منطقة آمنة. في كل الممرات تغلقت عليهم. المدينة الحديدة كذلك تعاني من الاشتباكات والراجع الناري من أنواع الأسلحة التي تعود إلى المدينة. الإصابات كذلك من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية. بالأمس أسرة أصيبت بلغم في أحد المناطق في منطقة الربصة، وكذلك بعض الأسر أصيبت. الأسلحة الثقيلة للمدافع والدبابات للميليشيات تضعها في وسط الحواري. تم قطع الحواجز وقطع الطرقات والشوارع الرئيسية لمدينة الحديدة، كذلك مأساة إنسانية، الأهالي ينزحون بالآلاف. الأمم المتحدة الإحصائية لها 5000 أسرة، ونحن نقول أكثر من ذلك من هذه الأسر نزحوا إلى محافظة عدن، نزحوا إلى محافظة صنعاء وإلى المديريات القريبة. هنا مأساة كبيرة يعاني منها المواطنين في محافظة الحديدة، سوف يؤدي إلى انقطاع الماء والغذاء والدواء عنهم. في مديرية الدريمي لا توجد، في مركز مديرية الدريمي لا توجد مخازن للتجار لكي يستمر الغذاء، فكيف سيصل إليها الغذاء في ظل هذه الاشتباكات؟ ندعو الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى إيجاد ممر آمن لخروج النازحين للناس، وتظل الأطراف في نزاعاتها المسلحة، لكن أن تدخل المواطنين ويكونوا دروعا بشرية لأي طرف فهذا لا نقبله في محافظة الحديدة. طيب أنقل هذه النقطة لمستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار. رحب أستاذ مختار، إذا تحدثت سابقا أن الحكومة ربما أو القوات الحكومية وفرت وأمنت ممرات آمنة للناس للعبور والخروج من مناطق الاشتباكات، لكن بحسب مناشدة يقول وصلته الأخ حيدر الكازمي أن هناك بعض الأهالي في الدريهم ما زالوا يعانوا ولم يستطيعوا الخروج، أيضا هناك تحذيرات من تدهور الوضع الإنساني، هل هناك خطط تعمل عليها الحكومة والمسؤولين المعنيين بهذا الملف؟ هل هناك أي تحركات جادة؟ إلى أين يخرج النازحون؟ هل هناك استقبال لهم وتوفير لهم مأوى وغذاء ودواء وما إلى ذلك من الاحتياجات؟
إذا كانت هناك أي إشكالية أو حدث أي إشكالية في أي منطقة بالإمكان أن يتم إيصال هذه الإشكاليات أو هذه المناشدات التي هي بالفعل تحصل في منطقة وأخرى ويتم حصار بعض المواطنين من منطقة أخرى، ولكن يتم رفع هذه المناشدات إلى أولا إلى السلطة المحلية إلى المحافظ محافظ الحديدة الذي هو متواجد في أرض الميدان، وكذلك إلى قيادة التحالف العربي الذي لديه غرفة عملية طبعا تتابع الأحداث وتتابع أيضا الوضع الإنساني وتتابع أيضا الوضع العسكري بنفس الوقت. بالتالي يتم رفع أي إشكالية أو أي مناشدة من قبل المواطنين والحكومة يعني أساسا وكذلك التحالف العربي يعني من أجل حماية المدنيين ومن أجل توفير الأمان والحماية للمدنيين. بالتالي سيكون يعني من أساسيات عمل التحالف وكذلك الحكومة الشرعية هو توفير الممرات الآمنة وتوفير المخيمات للنازحين وتوفير احتياجاتهم الأساسية. بالتالي نحن ننقل هذه الإشكاليات وننقل هذه المناشدات إلى قيادة التحالف العربي وإلى الحكومة اليمنية للبت فيها وإيجاد حلول ناجزة لهذه الإشكاليات ولهذه المناشدات التي تأتي بين حين وآخر سواء في برهنية أو في الحديدة أو في المدينة أو في غيرها من المناطق والمديريات التي فيها أحداث وفيها جبهات متحركة. طيب أعود للأخ حيدرة، إذن التوجه العسكري وفق التصريحات المعلنة ربما أنه يسير في اتجاه تحرير المحافظة وكل مديرياتها وصولا إلى ميناء المخا، باعتقادك هل ستظل هذه المعركة مفتوحة كما في باقي الجبهات؟ كما تابعنا جبهات الساحل منذ بدأت في باب المندب إلى المخا إلى حيز إلى الخوخة ظلت هذه الجبهات مفتوحة بشكل مستمر. فعند دخول القوات المشتركة بدعم من التحالف العربي مدينة الحديدة ستظل هذه كذلك الجبهات مفتوحة وسوف تستمر إلى بقية المديريات محافظة الحديدة، حيث تبلغ مديريات محافظة 26 مديرية متوزعة إلى خطوط تتصل بمحافظة تعز ومحافظة صنعاء وبخط الشام من محافظة حجة مرورا إلى مي. فسوف تستمر، من الضروري أن تستمر هذه الجبهات لكي يصل جميع الممرات الإنسانية والمواد الغذائية والإغاثية لكي يستطيع كذلك الأسر تستطيع أن تنزح. إذا توقفت الجبهات سوف تظل مدينة الحديدة محاصرة من جميع الاتجاهات ولن يستطيع الوصول إليها إلا إذا تم تحرير ميناء الحديدة. سوف تصل جميع المواد الغذائية والإغاثية إلى هذا الميناء وسوف تصل إلى المديريات المتبقية. موضوع كذلك الإنساني، هناك الآن المتضررين والمصابين في مديرية الدريمي الذين هم في نطاق القوات الشرعية يتم إسعافهم من أكثر من 300 كيلو. فيجب على الحكومة الشرعية أن تعمل على إنشاء مستشفيات ميدانية قريبة من مناطق الاشتباكات والنزاع لكي يسعف أقل شيء الجرحى من المدنيين. عندما يسعف الجريح من مدينة الدريمي إلى محافظة عدن تخيل المسافة وكيف بيوصل المريض وكيف بيوصل الجريح. الحكومة الشرعية له دور كبير بالضغط على المبعوث الأممي في اتخاذ مثل هذه القرارات والضغط مثل هذه القرارات لوجود ممرات إنسانية ومناطق آمنة، مناطق آمنة قريبة من مناطق الاشتباك يستطيع الناس أن ينزحوا إليها بعيدا عن الضرر سواء كان من قصف الطيران أو من القذائف التي تطلقها ميليشيا الحوثي من الدبابات والمدافع التي تضعها في وسط الأحياء المدنية في مدينة الحديدة. طيب سأعود لك، أعود مرة أخيرة للمستشار وزير الإعلام أستاذ مختار رحبي. أستاذ مختار، قراءتك للتحركات المبعوث الأممي للإحاطة التي قدمها لكل هذه التحركات ربما والجهود التي يعلن عنها بأنها ترمي إلى سرعة استئناف المفاوضات، أيضا يبرز السؤال هنا عن رغبة الحكومة إلى تجاوز الكلفة الإنسانية. أولا بالنسبة للحكومة، الحكومة مستعدة للذهاب في أي وقت في أي زمان في أي مكان للذهاب إلى أي مشاورات حتى الأسبوع القادم طالما أن المشاورات لم تكن خارج إطار ما تم الاتفاق عليه في جنيف وفي الكويت ليست لديها مشكلة. الحكومة تريد أن تتجاوز الكلفة الإنسانية والأزمة الإنسانية الحقيقية التي خلفها الانقلاب في اليمن. بالتالي الحكومة ليست حجر عثرة أمام المبعوث الأممي وكذلك جهود الأمم المتحدة، إنما الذي يقف أمام الأمم المتحدة هي الميليشيا الحوثية. كان المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد تقدم بخطة وبمقترح بما يخص يعني ميناء الحديدة ولكن
رفضت، بالتالي هي التي وضعت عراقيل امام استلام الامم المتحده لميناء الحديده. بالنسبه للعوده للمشاورات، هناك تفاؤل كبير من قبل المبعوث الاممي ان يتم خلال الشهر القادم بدء مشاورات عاجله، وانا اعتقد انه يعني متفائل الى حد كبير جدا، ونحن سنتفائل ان يعني ان تكون الميليشيات قد حكمت العقل وتريد بالفعل ان تنسحب من الحديده وتسلم مدينه الحديده وميناء الحديده ومطار الحديده بشكل سلمي وبحيث يحافظ على المدنيين. لكن نحن من خلال ما نعرف ونحن كيمنيين نعرف ان الميليشيات لا تلتزم باي اتفاقيه، وهذا ما يجعلنا تفاؤلنا تفاؤل بسيط جدا فقط فيما يخص ملك الحديدة. طيب سأعود لك أستاذ مختار. الأخ حيدرة، باعتقادك هل القوات اليوم قوات الجيش الوطني والتحالف قادرين على تجاوز الأزمة التي يتم التحذير منها وأنها يمكن أن تلحق بالمدنيين وفق متابعاتك ومشاهداتك أيضا؟ ما المطلوب اليوم؟ أنت كنت ربما أشرت إلى ضغط يفترض أن تمارسه أو يمارسه المبعوث الأممي من أجل توفير ممرات إنسانية. أيضا كيف تتابع دور المنظمات الدولية المعنية اليوم بهذا الملف الإنساني والتي ربما لا نسمع منها إلا سوى التصريحات فقط؟ جميل أخي سامي، ذكرتنا بالمنظمات الدولية. من ناحية رؤية مشاهدتي، المبعوث الأممي لم يظل إلا يوما واحدا أو ساعات، جلسها مع التقى بها بالحكومة الشرعية وبممثلين الحكومة الشرعية والتحالف ومن أجل المناقشات وإيجاد حلول للسلام. لكن جميعنا نعلم كم الفترة التي جلسها المندوب الأممي في صنعاء وهي 4 أيام. فمن هذه الملاحظة نعرف من الذي عنده الخلل ومن الذي لا يريد سلام في المنطقة. المنظمات الدولية، طبعا المنظمات الدولية غادرت، أغلبها غادرت محافظة الحديدة تدار بعض المشاريع المتبقية عن طريق منظمات وجمعيات محلية شريكة تعمل في هذا المجال. أنا نشاهد تصريحات، نشاهد بيانات، انتشر عند الناس بعض الرسائل في التواصل الاجتماعي حول الإغاثة في المستشفيات، استقبال الجرحى، استقبال المصابين من الاشتباكات، لكن اتضح انها كلها كانت وهمية. المواطنين في حالة مستاءة، بالفعل أهالي محافظة الحديدة يقاومون هذه موجة الحرب الذي وصلتهم إلى المدينة وعاشوها خلال أيام العيد. المواطنين يتحركون حياتهم بالفعل طبيعية، لكن هم تحت الضرر. مجرد الاشتباكات والرصاص الراجع مثلا أو من أسلحة ثقيلة ستعود إلى المدينة. الأعمال التي تقوم بها ميليشيات الحوثي داخل المدينة نفسها من حفر الطرقات أدى إلى كسر شبكة المياه الصالحة للشرب، أدى إلى قطع أسلاك الكهرباء والتلفونات. الوضع مأساوي جدا، نحاول أن نعمل عليه بشكل أقوى. هناك تحركات شبابية، لكن كم سوف تكون التحركات الشبابية؟ أنا الآن وصلنا إلى رقمي قبل ما تتصلوا بساعة، وصلنا إلى رقمي أسرة من محافظة الحديدة يقول إحنا نشكي من نزح، لكن ما بش معانا المادة أو المال الذي يخلينا ننزح إلى محافظة عدن أو محافظة صنعاء. نريد مشروع مثل المشروع السابق الذي نفذتمه حول عودة النازح. هناك طيب سؤال أخير أخ حيدرة، هل سؤال أخير بالنسبة للسكان المتواجدين الآن داخل مدينة الحديدة، هل لديهم القدرة على التحرك والخروج خارج المدينة أم هم ربما يعني كما نسمع في الأخبار أنهم يستخدموا دروع بشرية؟ هل لهم الحرية في البقاء أو المغادرة المدينة؟ ماذا عن وضعهم في ذلك؟ المدنيين والمواطنين في الحديدة لهم الحرية بالمغادرة، والتصرفات التي لاحظناها والاعمال التي تنفذها جماعه الحوثي تدل انهم سوف تكون حرب شوارع في محافظه الحديده ان لم يكن في تدخل قوي في محافظه الحديده ومدينتها الحرب. الناس كل ما قربت الاشتباكات، مثلا المواطنين اللي قريبين من المطار نزحوا جميعهم، في مركز المدينة التحرك طبيعي والناس تستمر، لكن عند تحقيق الطيران عند سماع الاشتباكات بشكل قوي الناس ترجع إلى البيوت. المواطنين عايشين في المدينة بشكل طبيعي، لكن عندهم الحذر والخوف عندما تدخل القوات بشكل أكبر للمدينة. القوات تحرص بشكل كبير على المدنيين وتأخرها في التقدم، وإلى الآن في المطار وفي بعض المناطق هو كذلك حرصهم على المدنيين لحدوث أي دور كبير من قبل الأمم المتحدة أو أي جهة، أو تسلم جماعة الحوثي مدينة الحديدة لهم بشكل سلمي من غير حرب.
فندعو إلى النظر في مأساة المدنيين والمواطنين، لأنها سوف تكون كوارث إنسانية كبيرة في المدينة، تعاني من حر شكل درجات حرارة كبيرة، الكهرباء منقطعة أصلا، كيف إذا انقطع الماء خلال اليوم الذي انقطعت فيه المياه؟ يتواصلوا معنا بعض الشباب أنه يتم العمل على إصلاح المياه، وتعمل جهود مؤسسة المياه والمجاري في محافظة الحديدة لإعادة المياه في المحافظة، ولكن لا جدوى من عودتها، ولكن بعض المناطق عادت فيها. المستشفيات سوف ينقص فيها الأدوية، بعض الأطباء الأجانب يغادرون المستشفيات الخاصة، إذا انطفأت الكهرباء عنها لن تستمر في العمل. كثير من المأساة الإنسانية التي سوف تعانيها الحديدة في ظل هذه الحرب، فندعو إلى عمل ممرات آمنة. خط صنعاء، الحديدة ليس آمن من قصف الطيران، أغلب المواطنين يسلكون خط الشام للنزوح إلى صنعاء، أو خط تعز الحديدة للنزوح إلى عدن، ومناطق النزوح بعيدة جدا، فتحتاج كلفة مالية كذلك للأهالي للنزوح. أشكرك جزيلا حيدر الكاظمي ناشط سياسي على كل هذه المعلومات التي قدمتها. أعود مرة أخيرة للأستاذ مختار الرحبي، في ظل اشتداد المعارك في الحديدة، ما هي فرص حدوث أي اختراق سياسي؟ بالنسبة للاختراق السياسي، طبعا المبعوث الأممي ذهب إلى العاصمة صنعاء والتقى بقيادات جماعة الحوثي الإنقلابية، وتحدث بشكل متفائل جدا بأنه يعني لديه ما سيقوله، ولديه أيضا مقترحات جديدة سيطرحها على قيادة الشرعية وكذلك إلى التحالف العربي، وتحدث أنه بالإمكان الذهاب إلى مشاورة قادمة خلال الشهر القادم، بالتالي هو يتفائل، والجنة بالفعل يتفائل أن يحدث هناك انفراجة سياسية وأن يتم حل الإشكالية السياسية، وهذا ما دعوناه ليس من اليوم فقط، ولكن منذ 3 سنوات، منذ الانقلاب، منذ 2014، ونحن نتحدث عن يعني حل سياسي للأزمة، وينهي الألم، وينهي النزوع، وينهي الأزمة التي حدثت باليمن بشكل عام. ولكن نصل إلى نقاط والميليشيا ترفضها، وهي نقاط طبعا جوهرية، منها السلاح، منها الانسحاب، منها إعادة الدولة، منها الاحتكام إلى القرارات الدولية، وكذلك إلى مخرجات الحوار الوطني، وكذلك المبادرة الخليجية. بالتالي نقول نتفاءل إلى حد محدد في هذه القضية، وسنرى ما سيقدمه المجتمع الدولي وكذلك الأمم المتحدة. أشكرك جزيلا مختار رحبي، مستشار وزير الإعلام، شكرا جزيلا لك. وصلنا إذن لنهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام، تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.